وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ جمال بعد التحية، حالة من الزخم نراها الآن في حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية، كيف تقيم تلك الحملات خاصة وأن هناك مؤتمرات كبيرة تقام في عدة محافظات حاليا؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني خلينا يعني نتكلم على يعني أولا أهمية هذا الاستحقاق تنبع من أهمية مهمة ومسؤولية رئيس الجمهورية. الدستور المصري المادة 139 عرفت رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وكرامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به. ومن هذا المنطلق يعني يكتسب أو تكتسب هذه الانتخابات أهميتها، فهو استحقاق مهم في تاريخ مصر بشكل عام. وبالتالي هنا يعني الحرص والزخم الموجود في محافظات مصر وينتج من أهمية هذا الاستحقاق وضرورته الدستورية، لأنه يعني هنا كمان يعني نلمس حرص شديد جدا هذه المرة من كل الأحزاب على المشاركة في هذا الاستحقاق، لأنه يعني كل الأحزاب التي يعني تصل إلى 84 حزب بخلاف نحو 30 آخرين غير مقننين تابعناهم خلال عام ونصف العام عبر يعني مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 26 إبريل من عام 2022 في إفطار الأسرة المصرية، حرصوا على يعني اكتساب مساحات سياسية جديدة وكبرى ومهمة، وبالتالي هذه المساحات ستنعكس بالضرورة على الحرص الشديد على المشاركة في هذه الانتخابات، وبالتالي هنا هذه المشاركة ستقود إلى مراحل متطورة من العمل السياسي في مختلف الاستحقاقات الأخرى، سواء الرئاسية أو البرلمانية، سواء المتعلقة بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو حتى انتخابات المحليات. وبالتالي هنا يعني نلمس بشكل حقيقي جدية وحرص وهمة كبيرة من كل الأحزاب ومن كل المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق، خاصة أنه يعني التجربة يعني تجربة الحوار الوطني والعمل السياسي أثبتت ضرورة مهمة للمشاركة من أجل الممارسة الحقيقية للعمل السياسي في الشارع. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.